أنا نفسي أبقى أم زي أي ست في الدنيا نفسها تبقى أم. إلهي الدق من الوجع اللي بنشوفه واللي فينا يجي فيك يا رب. أنا شفت نتيجة التحليل بعيني. مبروك. أنا دلوقتي يا سمير في مصيبة. ما تقولي إيه، أنت مخبي عني إيه؟ كان الله في العون يا دكتور، لسه مخلص عملية طبعا. لا أنا كنت بصلح السفون. ده أنا متجوز بنت عمالي نازل في عيال. هو إيه اللي بيحصل؟ منشطات؟ هرمونات. التستوستيرون. هتقعد 9 شهور ما تلعبش كورة؟ وأنا 9 شهور دول هشتغل إيه؟ ناني؟ أنا في بطني عيل. قلت لك ما تحتكش بالمدافعين.